التايتل بزنس اوف ذا يير اتس ان اكسلنت كوميونيكيشن. وقت ربحناها تبين قديش عم تعطي افكت بالماركت. بالكونسبت تبع الاورد بيدرسوا اربع نقاط للشركه، ونحن اخذنا سكورين كثير عالي على الاربعه، مشان هيك فزنا. قويت علاقتنا بالبي ال سي بانك بعد ما ربحنا الاورد، صرنا ناخذ معه ورك شوبس وترينينجز بنيغوشيشنز كوميونيكيشن فاينانشلز، وكلهم هدول كثير مهمين لحيال الشركه بلبنان. الجائزة المادية يلي ربحناها استعملناها حتى نطور المصنع فور ايزو. نحن السنة الماضية قدمنا على البي ال سي وربحنا من خلال تصويت الجمهور. مشاركتنا السنة الماضية أعطتنا اندفاع وإصرار أكثر على التقدم والنجاح. بعد نجاح بخاونة هلا عم نطمح وعم نشتغل على مشروع جديد هو جنوبنا ومستقبلا باقي المحافظات اللبنانية. تأثيرها كان كتير إيجابي. أولاً عطتنا بوستينج للمورال وعطينا كمان فيزيبيليتي بالنسبة لقلب البلد ولبرا. من بعد الأورد عزمنا على سيمينار جي بي اي ساميت، هو ساميت دولي، رحنا مع البي ال سي وهونيك حكى بالبي ال سي وي انيشيتيف. هو عنده دور إيجابي على اقتصاد البلد عبر المرأة. طلبوا منهم وقتها يعلمون كيف بدهم هن يعملوا زيت البرودوي بغير بلدان. الجائزة المادية استعملناها تنفتح فرع في الخارج، وهيك منكون عم نطور أكثر شركتنا. هالحدث أبعد من جائزة مالية، والدليل